الحقيقة أسبوع الحج ما كانش فيه بس الأحداث في السعودية، لكن كان فيه كمان اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك باجتماع قادة العالم كلهم علشان يناقشوا أجندة وعنوان التنمية المستدامة من 2015 ل 2030. نحط نقطة صغيرة كده ونبدأ نحكي الحكاية من أولها علشان اللي ما كانش عارف إيه الموضوع ده ويتابعه. في سبتمبر سنة 2000 أعلنت الأمم المتحدة حاجة اسمها الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، الألفية الثالثة اللي هي بدايتها كانت سنة 2000، من 2000 ل 2015. أهم هدف فيها كان مكافحة مهانة الفقر، بين قوسين تاني مكافحة مهانة الفقر، وخلوا بالكم وركزوا معايا في العنوان مرة تانية، مكافحة مهانة الفقر بالإضافة لعدد من الأهداف التانية، ومنها كان مكافحة الإيدز مثلا والتعليم الأفضل للأطفال في كل دول العالم والصحة والتوظيف وأهداف كتيرة الحقيقة ما تحققش منها حاجة. يعني لا كافحنا الفقر في دول العالم ولا وظفنا الناس ولا عملنا ليهم التنمية، بل بالعكس زودنا هم الفقير المرضان بالصراعات. وعلشان كده كانت كلمة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في الدورة الأخيرة اللي كانت منعقدة الأسبوع اللي فات في نيويورك كانت هي الأكثر تعبيرا عن الوضع اللي هو حاصل حاليا، لأن هو قال إن التعطش الأناني واللانهائي للسلطة والرفاهية المادية يقود إلى إساءة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وإقصاء الضعفاء والبؤساء. مش بس كده، لكن أكد كمان على إن الدول الفقيرة ملهاش صوت في الأمم المتحدة، وإن الفقراء ملهمش نصيب من مشروعات وبرامج المساعدات الدولية رغم كل التصريحات والبيانات والاجتماعات والمؤتمرات، بل زادت عليهم الحروب والصراعات واللاجئين بفكر الهيمنة مش بفكر التنمية. الأموال اللي بتتصرف على الحروب بتأكل وتعلم وتنمي ملايين، لكن مين قال إننا بنتكلم عن تنمية؟ مين قال إننا بنتكلم عن مكافحة فقر حقيقية؟ خلونا نشوف الفيلم ده ونرجع نكمل تاني كلامنا، يعني اللي هو كلام يقولك هي الناس دي بتضحك على مين؟ علينا ولا على نفسها؟ الناس دي بتعمل المؤتمرات دي علشان مين؟ إذا كان التقرير ده طالع من عندهم يبقى الناس دي في المؤتمرات بتبقى قاعدة سمع الكلام ده، الناس دي في المؤتمرات بتبقى مدركة إنها بتقول عكس اللي هي بتعمله. خلونا نشوف الفيلم ونرجع نكمل تاني لأنه فيلم مهم قوي وأرجوكم تركزوا فيه. أشكركم.